بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلبتي نلتقي من جديد للحديث عن وحدة الثانية من مادة تاريخ الأردن في الأسبوع الخامس. في هذه الوحدة طلابي سيكون اللقاء مع 4 دروس. في الدرس الأول سيكون الحديث عن الإنجازات السياسية في عهد الملك عبد الله الأول رحمه الله والملك طلال رحمه الله والملك حسين رحمه الله والملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. في الدرس الأول طلابي سيكون اللقاء حول الإنجازات السياسية للملك عبد الله الأول، وفي هذا الدرس وغيره من الدروس الوحدة الثانية سيكون اللقاء مع حياة الملك، ومن ثم الإنجازات الداخلية السياسية الداخلية، ويليها الإنجازات السياسية الخارجية. كما قلت لكم الامتحان الوزاري ضع دائرة، أنتم ستقومون باختيار الإجابة الصحيحة. فعلى سبيل المثال يقول لك: ولد الملك عبد الله الأول في مكة، في المدينة، في السعودية، في الأردن، في فلسطين. تختار واحدة من الخيارات والإجابة هي مكة المكرمة. نتعرف طلابي بداية على حياته للملك عبد الله الأول. نقول هو الملك عبد الله الأول ابن الحسين بن علي، ولد في مكة المكرمة عام 1882، وتعلم القراءة والكتابة والعلوم الدينية على أيدي نخبة من شيوخ عصره. وفي عام 1893 انتقل مع والده الشريف الحسين بن علي إلى الإستانة إسطنبول وأتم دراسته فيها. وعند إعلان الثورة العربية الكبرى عام 1916 تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف. هناك سؤال يأتيك دائما عن مؤلفات الملك عبد الله الأول. بكل عام يأتي سؤال على ما هي مؤلفاته: المذكرات، جواب السائل، والأمال السياسية، وخواطر النسيم. وهذه كلها جمعت في مجلد واحد تحت عنوان الأثار الكاملة. عادة يأتيك سؤال يقول فيه الكاتب: جمعت آثار الملك عبد الله الأول في مجلد واحد تحت عنوان كذا وكذا، ومنه الآثار الكاملة للملك عبد الله الأول. الإنجازات السياسية، هناك عدة إنجازات سياسية سواء داخلية أو خارجية، فمنها الخارجية مشروع سوريا الكبرى، هذا من الإنجازات السياسية الخارجية للملك عبد الله الأول. أيضا جامعة الدول العربية، وحدة الضفتين، وجامعة الدول العربية هي جامعة ومنظمة إقليمية تضم الدول العربية في كل من آسيا وإفريقيا بنص ميثاقها على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ومقرها الدائم هو الولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها الدائم هو مدينة القاهرة. هذا طلابي حول الحديث عن الملك عبد الله الأول وإنجازاته بمشروع سوريا الكبرى، كما قلنا وحدة الضفتين بين الأردن وفلسطين، وماذا قدم عام بعد حرب 48، وما نتج عنها من فقدان لمعظم الأراضي الفلسطينية. هذا طلابي مجمل الحديث عن الملك عبد الله الأول، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع لقائنا مع جلالة الملك طلال رحمه الله. دمتم بخير وعافية طلابي، على أمل اللقاء بكم بعون الله وقوته.